يا الرئيس ربي يرحمك. ان شاء الله داك الشيء ما هضرنا فيك حاجه ماشي مليحه. اسمح لنا والله العظيم غير بطل ملي كان هو كان ما خصنا والو. ربي يرحمك ويوسع عليك ويرحم الام اللي جابتك الحاجه المنصوريه ربي يرحمها، ويرحم الاب اللي كبرك ربي يرحمك ولقيت مع مولاك بخير ان شاء الله. يا سيدي الله يسمح لنا ويسمح لنا كش ما هضرنا فيك هضره ماشي مليحه. والله عطلت بالوفاه نتاعنا، بالوفاه تاعك عطلت الشعب الجزائري. اليوم عرف قيمتك واليوم عرفك واش تكون. والله العظيم واش نقول لك، الحم الجامع هذاك اللي راك بنيته اليوم هذاك هو اللي جامع اللي بنيته وترام ودرت كل شيء، انت درت كل شيء. وان شاء الله يا ربي يلاقيك مع مولاك بخير، والحمد لله ما عطى والحمد لله ما دا. والله يا بوتفليقه غير اليوم الشعب عرفك باللي ندم وجدان. وربي يرحمك ويوسع عليك ان شاء الله، اهلك من اهل الجنه وربي ان شاء الله يثبتك على السؤال. وجبت لك هذه باقه ورد ان شاء الله، وجنانك ورد ودنيتك ورد ان شاء الله. ونعزي كل عائلتك بوتفليقه، كل عائله بوتفليقه، وانت ترحم الام نتا اول حاجه المنصوريه. وربي يرحمه ويوسع عليك.